الإسلامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتحت شعار العرائش إرث الثقافات وملتقى الحضارات. إذا كنت معودناكم أن اليوم 25/7/2022 كان عندنا الافتتاح اللي هو عبارة عن كرنفال، اللي حاولنا نستحضروا فيه الشعار ديال الدورة وأن نستحضروا فيه الإرث الثقافي والفولكلور العريق ديال المدينة ديال العرائش. وكيف ما لاحظتوا كان حضور يعني كبير من الجمهور العرائشي، اللي كنشكرهم على الثقه ديالهم المتجدده في جمعيه عبد الصمد الكنفاوي، وهذا شرف كبير لنا، حيت الهدف ديالنا الوحيد هو اننا نفرحوا الساكنه ديال المدينه، خصوصا من بعد هاد السنتين ديال الوباء اللي كان فيهم واحد الغياب من طرف جميع الجمعيات الناشطين. دونك اليوم كان الكرنفال، الحمد لله كنا جد فخورين بالأنشطة اللي قدرنا نقدمه فيه، رغم الصعوبات اللي واجهتنا ورغم العجز اللي كان عندنا ورغم العديد من المشاكل، الحمد لله قدرنا أننا نتغلبوا عليها بتضافر الجمهور. الاختيارات ديالكم الفرق فولكلورية من أجل كنلاحظوا مشاركة وطنية، مشاركة جهوية، مشاركة محلية.